دفعت الراية اندفاع على بركات الله لتسعة رؤوس تمثل تسعة شعارات تتنافس في أولى أشواط ختام الأسبوع الثاني عشر لموسم سباقات المصيف. مصيح يبدأ الانطلاقة برفقة ويليام تيل ثانيا، وأيضا قدوم لسانسنت فاين في المركز الثالث مع استحداث لأنكل وريانز بارتي للقدوم، كذلك مع محاولات جاب للوصول إلى مركز متقدم في مصيح ومطاردة ويليام تيل، وأنكل يأتي مع ريانز بارتي، وكذلك سانسنت فاين في المرتبة الخامسة عقاب سادسا وسابعا لتايم نجد، وثامنا لمحروت. ومن يأتي هنا نتابع تقدم ويليام تيل، يبدأ بالظهور من الخارج يأخذ الصدارة بهذه الصورة. ويليام تيل للاسم المرشح ال 400 متر الفاصلة، مصيح استحداث للعودة. ويليام تيل يذهب، ويليام تيل يذهب للصدارة بقوة، يوسع الفارق ويليام تيل بقيادة دي كاسترو. مصيح يعود مطاردا مع أليكسيس مورينو. ويليام تيل ومصيح هنا التنافس يشتد أكثر فأكثر. مصيح يعود، يعود مصيح بالفعل، ينتزع الصدارة، يحقق المبتغى والمطلوب. إذا مصيح يحقق انتصار جديد، هو الانتصار الخامس سجل السباقي والمصنف حتى الآن ب 86.